تسألني عن الفساد؟ الفساد نخر في الدولة، ترتيبنا في مدركات الفساد جدا متدلي، شفنا في خلال جائحة كورونا الأزمة اللي نعيشها فيها، الفساد طلع فيه بصندوق الماليزي، طلع فيه الملف النائب البنغالي، في صندوق الجيش، في تجار الإغامات، هذه كلها قضايا طلعت على السطح واضحة بكثير من القضايا، الفساد نخر في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ما لقى أحد يوقف طريقه. في حين سمو الأمير رحمة الله عليه الشيخ صباح قال ماكو أحد فوق القانون، كذلك كررها سمو الأمير الحالي. متى تاخذ الحكومة إجراءات جدية في هذا الملف؟ ما شفنا حتى محاسبته عشان ترجع ثقة المواطن لأداء الحكومة.